شكرا على السؤال سيد المستشار المحترم. يعني القضيه ديال التنافسيه اللوجستيكيه قضيه مهمه جدا بالنسبه للتنميه ديال المغرب. بغيت لانه بعض المرات نتكلموا بزاف على واحد المؤشر اللي متعلق بالتكلفه ديال اللوجستيك مقارنه مع القيمه المضافه. بغيت غير نقول ان انا عندي واحد التحفظ على هذا المؤشر، على هذا المؤشر وما خصوش يتخاذ بوحده، وماشي وحدي اللي عندي هذا التحفظ، بحيث انه هذا المؤشر كان داخل دائما تيدخل ضمن القرار ديال دوينغ بيزنس، والبنك الدولي بنفسه سحب هذاك القرار ديال دوينغ بيزنس لانه شاف فيه بانه كان بعض المؤشرات اللي هي يعني غير صالحه. وتنشوف بانه خصنا ننظروا للتطور اللي عرفته اللوجيستيك في بلادنا من منظور التطور الصناعي. ولا بغيت يعني نركز اكثر، فلما تنشوفوا المناطق بحال دابا ديال طنجه المتوسط اللي جلبت المستثمرين الكبار في التصنيع ديال السيارات، ولا ملي تنشوفوا المعمل الجديد ديال سيلونتيس في القنيطره، فهذا الا كان تيدل على شيء تيدل على ان المغرب يعني قام بواحد القفزه النوعيه فيما يخص الخدمات اللوجستيكيه، ولا سيما المتعلقة بالموانئ، المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية، والمتعلقة أيضا بالشبكة الطرقية وطرق السيارة. من جهة أخرى تتعرفوا بأنه عندنا استراتيجية ديال اللوجيستيك قائمة على خمسة ديال المحاور، فيها المحور ديال الشبكة المندمجة للمناطق اللوجيستيكية، محور ديال الترشيد والتكتيف ديال أروجات البضائع، محور بروز فاعلين رائدين، محور تطوير الكفاءات، ومحور تحسين الحكمة. آخر تقييم لتنفيذ هذه الاستراتيجية بين أن المحاور المتعلقة بالكفاءات وبروز الفاعلين الرائدين تطور بشكل ملموس، ولكن هذا التقييم بين أيضا أنه تأخر الجانب المتعلق بشبكة المحطات وبالطبع التكتيف ديال الأروجة اللي هو مرتبط مع الشبكات. فبالتالي تنشتغلوا اليوم على تسريع إنجاز المحطات اللوجستيكية، تنتوفروا حاليا على خطة واضحة ديال هاد الشبكة المحطات على الصعيد الوطني من خلال المخططات الجهوية اللي تم الوضع ديالها وإشراك الجهات فيها، واستطعنا بالفعل نطلقوا أول محطة من هذا النوع هذا في جهة أكادير. تنعملوا الآن على إطلاق مشاريع أخرى بمناطق القنيطرة ميدلت وفاس فور استكمال مسطرات الحيازه ديال العقارات، الى جانب يعني مشاريع اخرى ايضا خاصه في الدار البيضاء ومراكش. في الجانب المتعلق بالاستثمار في التجهيزات والمخازن والخدمات اللوجستيكيه، نبغي نذكر بانه تعتمد اساسا على القطاع الخاص، وبالتالي لازم نعملوا جميع على اعاده النظر في الحكمه القطاع هذا القطاع الحيوي باش نوطدوا الشراكه ما بين القطاع الخاص. شكرا سيد الوزير.